تولى وهم مريضون، مش فاضي ربنا، وراه تجاره، وراه مشغوليات، وراه مسؤوليات، واساتذه الحجج اساتذه. هو حد، هو لو اي حد فينا حب انه يتحجج، بالذات في الظروف زي ظروف بلدنا وامتنا واوقاتنا واقتصادنا، لو اي حد عايز يتحجج هيتحجج. ولكن يا ابني زي ما ربنا قال يهلكون انفسهم، فيش حاجة اسمها ما عنديش وقت لربنا. طب والساعتين بتوع الفيس بتوع كل يوم بتجيبهم منين؟ والساعة بتاعت الواتس بتجيبها كل يوم منين؟ والنص ساعة بتاعت التليجرام بتجيبها منين؟ والثلاث ساعات بتوع الشات اول ما تستلطف واحد على السوشيال ميديا بتجيبهم منين؟ وماتش الكرة اول ما اصحابك نادوك من تحت اللي جريت عليه جبت وقته منين؟ لما القلب قابل كل ظروف حياتك استجابت ولقيت وقت تحطها، قلبك مش قابل البذل بالوقت للآخرة ليه؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. إيه اللي عقبهم؟ إيه اللي عقبهم؟ ففي مفسرين قالوا ربنا الله عاقبهم بإنه جعل النفاق في قلوبهم، في مفسرين تانيين قالوا لأ، البخل هو اللي عاقبهم، البخل بالوقت والبخل بالمال. اوعى تبخل على ربنا بوقتك، اوعى تبخل على ربنا بساعة في الاسبوع تحضر فيها درس ايماني، اوعى اوعى. نفس الكلمة اللي ربنا قالها عليهم هي الكلمة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها على اللي مرضاش يحضر الدرس بتاع النبي عليه السلام. واما الثالث اللي مرضاش يحضر الدرس فاعرض. يقينا لو حد كان وقف الراجل التالت ده قال له انت ماشي ليه، كان جاب 70,000 حجة. دينك خط احمر، دينك فوق الظروف. قال الله عز وجل لا يستأذنك الذين يؤمنون. المؤمن دينه فوق الأعذار والاستئذانات، المؤمن دينه فوق أي حاجة. ممكن العائق يبقى زي مطب في الطريق وانت مسافر بالعربية يخليك تهدي وبعد كده تعدي، مش يخليك تقف. إنما انك تقف مفيش الكلام ده، لازم يبقى دينك خط احمر، مش دنيتك اللي خط احمر قدام دينك، دينك اللي خط احمر. قوت لا تموت، عايزين نحافظ على ديننا، عايزين نغذي قلوبنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يخلق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك معلومه رهيبه رهيبه، الايمان بيدوب زي ما التوب اللي انت لابسه بيدوب. ان الايمان لا يخلق، بس المصيبه في جوف احدكم. لو كان الايمان ده توب انت لابسه وداب كنت انتبهت، انما الايمان ده جواك، ولو ما كنتش انتبهت كانت كل الناس فضحتك. يا اخي انت لابس ثوب مرقع ليه؟ يا عم حرام عليك التوب المرقع اللي انت لابسه ده، يا عم خلاص ده داب عليك، يا عم غيره، يا عم جدده روح هات واحد جديد. المشكله ان هو في جوف احدكم، حدش شايف غيرك ومحدش حاسس غيرك. هي دي القصه بالظبط. الجلابيه اللي انا لابسها دي لو انا فضلت البسها كل يوم لمده سنه هتدوب، هتتقطع، هتتقطع من الجيب وهتتقطع من هنا، والتطريز هيتقطع والبتاع هتتقطع هتتقطع، ولو محموله من فلزه هتتقطع. انت ايمانك جوه قلبك داب وانت مش حاسس. يا ابني انت من جوه بقى ايمانك هلاهيل، طب اعمل ايه؟ جدد الايمان في قلبك، جدد شباب دينك. ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب. النبي بيقول لك ان الثوب اللي بتفضل تلبسه شهرين ثلاثه بيدوب ورا بعض ورا بعض. انت ايمانك ده لقلبك لابسه، يعني طب كل شهر شوف لك يوم كده اعمل حاجه، كل اسبوع احضر لك درس ساعه، احفظ يا عم نص صفحه قران مع محفظ قران في الاسبوع، جدد ما تقلق، ما تسيبوش يخلق. فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. اللهم جدد الايمان في قلوبنا.